طيب احنا نص ساعة كده وهنتحرك. الجو النهاردة شمس فشخ، بس ان شاء الله بإذن الله يبقى يوم حلو يعني بإذن الله. دعونا بقى رجال ملكي زمالك يا ملكي زمالك يا ملكي على مجد. توقعاتك كده مصطفى ان شاء الله باذن الله هنكسب النهارده ان شاء الله. اي نتيجه مش مشكله، المهم نكسب ان شاء الله. 2-1 للزمالك ان شاء الله. ان شاء الله 2-0 بيت شرقي. حازم ايه بقى؟ لا حازم منك، انا مش هينفع في التوقع. هنكسب ضربات جزاء ان شاء الله. ضربات جزاء انا بالنسبه لي، وان شاء الله 1-0 بن شرقي. يا رب. ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي. انا مش بريء لو كان حبك هو الدهان. ايوه الدهان. واسمع كلامي. محل القلعه البيضاء يا جماعه، القلعه البيضاء، وان شاء الله يوم ابيض. الجمهور اهو متوافد ماشي، حته حلوه عشان احنا اكلنا في الحديقه. دخلنا في حديقه ام الامارات وماشي حته حلوه قدام جمهور الزمالك. الطريق للاستاد معانا عمور اهو. صباح الفل يا عمور. ان شاء الله بعد الماتش والراجل مصطفى معانا ان شاء الله. ان شاء الله بعد الماتش بنفس الطريق ده. استاد المدخل للجمهور، ربنا يستر والله. واحد معاك كده ده رقم 4 لسه ما بدأش، بس في ملاحظتين. اولا المدرجات لونها احمر، في اي حد يشوف حته الجمهور الاهلي مقفل، مش مقفل ولا حاجه، المدرجات نفسها القاعده هنا الكراسي لونها احمر. ده رقم واحد. رقم اثنين ان جمهور الزمالك مش قليل عادي، الموضوع مش فارق كبير خالص يعني. خوال جاي يقعد في الجمهور الزمالك، بعد خوال اهلاوي قاعد جاي يقعد في الجمهور الزمالك. ابني متنكر، ابني متنكر. بص بتصور في الكيوتي بياخد تيكت، عايز حد ياكله على وشه. هنا في نيمار. فيجا 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 فيجا. رقم واحد نمبر 1 محمد ابو جبل. محمد ابو جبل. رقم 3 نمبر 3 7 حازم إمام. حازم إمام. رقم 11 نمبر 13 فرجاني. رقم 15 نمبر 15 مصطفى محمد.
رقم 19 نمبر 19 محمد رين نمبر 20 أشرف بن شرقي رقم 5 رقم 10 نمبر 10 رقم 22 نمبر 22 عبد الله دمعة عبد الله عبد الله عبد الله ضربات جزاء واحد على اعصابه على اعصابه Oh!
محدش يقدر عليه يا ماشي في الشوارع بحتفل بالسوبر المصري اوه اوه لا 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 ولفان اللي الزمالك الحبيبة كلمت موبايلي هي بحبك يا زمالك أرسنال حبيبي وريال مدريد يا زالي